هذا ضيفنا اليوم. وعليكم السلام ابو غانم، كيف الحال حبيبي؟ مرحبا مرحبا. صراحه اليوم شونك؟ بيض الله وجهك. استمتعنا على ضفاف بحيره سيفان صراحه شاء. الجو ممتع، حلو. درجه الحراره تحت ال 15 درجه وصل هاي الاجواء. نعم، وامس امطار كانت علينا. وبيض الله وجهك، الله يخليك. لا تنسون مكتب قرارات للسياحه، الصراحه من غير اي مجامله حبيبي. اشكرك، الله يخليك. والاعتماد على رب العالمين. نخلي قرارات للسياحه على صفحه زين. انتم البارحه اجيتوا هنا سكنتوا؟ نعم. ليله واحده؟ نعم ليله. تفضل الاقامه في هذا المنتجع اكثر من ليله؟ صراحه المفروض اقل حاجه يا ليلتين يا ثلاث ليالي، طبعا على ترتيبك انت حبيبي وعلى ذوقك انت. الاماكن صدق صدق الفنانه ليله واحده قليله، ليله واحده قليله صراحه. درجه الحراره البارحه من وصلناهم الظهر الساعه بالوحده ثنتين تقريبا كان عندي بالسياره بينت 19 درجه مئويه، لكن دارك بالانواع الجويه الليل صارت عاصفه رعديه وامطار، درجة الحرارة وصل إلى 13 درجة صحيح؟ نعم 13 درجة. 13 درجة في الصيف عندهم، يعني الحين صيف شهر 7 يعني شهر تموز. واليوم 8 يوليو من عام 2021، يعني لا شتاء احنا ولا شيء. نحدد لكم التاريخ 8 يوليو، وضيفنا نعم. من الإمارات العربية المتحدة نعم. وأنا بصراحة تشرفت بيه بعائلته. الله يطول بعمرك. لا تنسون قرارات للسياحة صراحة، الله. انا مجرب ارمينيا وياي كذا مع مكتب سياحي، بس مثل هالريال بياضة وجه الحق ينقال. الله يخليك، تسلم لي حبيبي. الله يطول. نشكر على التزكية، طبعا هذا فخر لي. اوكي، واي واحد من طرف الاخ ابو غانم او من طرف رب العالمين، الرزق يجينا من رب العالمين، يتصل بينا عبر الرقم اللي معروض اشبل الشاشة. اوكي، وبالخدمة. يا مرحبا بكم في أرمينيا. الصراحة أرحب بكم بأرمينيا، ميت أهلا وسهلا. لكن اتصلوا بنا مسبقا، لا تفاجئونا. أكو عوائل يوصلون أرمينيا يتورطون هم ويا كم شخص صحيح. سوري عن هالكلمة. لا صح الحقيقة. أوكي، يتورطون مع كم واحد بعدين يتصلون بيا، ها أريد لنا سيارة، أريد لنا نطلع وياك، أو أريد مرشد. فرجاء مسبقا اتصلوا بيا وأنا بالخدمة. يلا، تقبلوا تحياتنا. صديقكم هايك دانيال، قرارات للسياحة.